في عيد الفطر وعيد الأضحى نقوم بهذه الاحتفالات للتلاقي والتصافح والمسامحة بين الناس، وتقوم بها جميع النوادي حقيقة، كل مرة يقوم بها نادي من النوادي. والحمد لله دركاتي أننا شفنا النور بتشكيل اتحادية جزائرية لسباق الهجن برئاسة السيد إبراهيم التلي. الحمد لله دركا تولي رياضة قوية كما نقول، مشاركات عالمية. إن شاء الله نروحوا بعيد بهذه الرياضة، إن شاء الله نمثل الجزائر في أحسن تنظيم في الدول الخارجية إن شاء الله. تشارك عدد معتبر من الإبل حوالي 40 أو 50 جمل، تنقسم إلى سيجورات كما نقولوا إحنا، وتصنف تصنيف التقسيم الممتاز والمتوسط والأخير.